السلام عليكم. اليوم محاضرتنا عن الأوفر دنشر. طبعا احنا أخذنا في المحاضرات السابقة يعني عدة أنواع من الدنشرز. اليوم راح ناخذ يعني استكمال الالهام الإميديت والسنجل اليوم راح ناخذ الأوفر دنشر. وفي محاضرة لاحقة أيضا راح تكون مع الأوفر دنشر، راح ناخذ الاتاتشمنت مع الأوفر دنشر همين. أول شيء راح نأخذه بالأوفر دنشر هو الـ definition. definition اسمه الأوفر دنشر. هو شنو يعني الأوفر دنشر؟ هو removable دنشر، هي cover remaining teeth. cover remaining teeth يعني in state of extraction. الأسنان مثلا أنت بدل ما تقلعها أنت تسوي لها يعني preparation وتسوي الدنشر مالتك covered. شنو فائدتها؟ ليش احنا نسوي هيجي؟ كون نقلعها ونسوي complete. شنو الغاية من الموضوع؟ أول شيء وأهم شيء أني أخلي عليه ال يعني هذني الأسنان ما أقلعهن، أسوي عليهن over denture، أنه maintain residual ridge. لأنه أني من أبقي الأسنان ابقي الرسج والرج، يعني الريزوبشن هنا ما موجود. تعرفون انتم لانه وجود الاسنان هو يخلي يعني ريت اوف ريزوبشن تقل. تعرفون ورا الاكستراكشن راح يصير اكو فد مثل ما قلنا بالمحاضره مال الرسج والرج، ريزوبشنز افتر اكستراكشنز ذير از رابيد لوز اوف رسج والرج او رابيد ريزوبشن. فاني ما راح يعني، فاهم شيء هو بالحقيقه هو اهم شيء هو انه مينتين انتجريتي اوف رسج والرج. ايضا بنفس الوقت انه اني احافظ على البروبريسبشن، يعني هذا البريدنتال ليجمنت اللي موجود بالناتشرال تيث هذا راح ينطيني في البروبريسبشن. صح المريض يحس وكانه هو يعني اسنانه موجوده. ايضا الشيء الاخ اللي راح يفيدني انه اني ازيد الريتنشن همينه، يعني البيشنت هنا راح يقدر يستفاد من الدنشر اكثر مما لو كان ما موجود اسنان. اوكي، هذا الديفينيشنز والجولز او الامبورتنت جول اوف اوفر دنشر. زين نجي على الانديكيشن، شو وقت هذا انديكيتد وشو وقت هذا كونترا انديكيتد. اول شيء اول انديكيشنز موجود انه الاسنان اللي موجوده عند هذا البيشنت ما نقدر نسوي عليها فيكست. اوكي، يعني ما يرهم للفيكست. اما تكون مثلا يعني ان هيلثي بريدنتال كونديشن، مثلا يعني بريدنتالي تعبانه تسوي له اوفر دنشرز. او مثلا عندك ابنورمال جو سايز همينه، مثلا لارج ماكسيلري او اوبندبلر بون ديفكت، هذا همينه انت ما تشلعهن الاسنان حتى لا يعني تصير العمليه اصعب. ايضا هو من يكون عندك مثلا انت عندك مثلا تيجي سيمي كومبليت، يجي كيس مثلا سيمي كومبليت، هاي سيمي كومبليت فشي كلش ديفيكولت مثلا، فانت بدل ما تسوي سيمي كومبليت سوي كومبليت بس اوفر دنشر. هذني الاسنان اللي موجود مثلا باقي سنين، مثلا كرانات اثنين او بريمولارات اثنين، ما راح تسوي يعني الهن اسنان، ها ما راح انت يعني راح تسوي دنشر سمنه مو كلش مثل ما انت لو تسوي اوفر دنشر. زين الكونترا اندكيشن مالته شنو؟ هو أسوأ شيء يصير بيه بالاوفر دنشرز هو الفود اكوميليشن، يعني الكاريز. انت مو راح تبقي اسنان جوا الدنشر، فاذا هو البيشنت وذ بور اورال هايجين راح يسوي لك فود امباكشن، يعني فود اكوميليشن او فود امباكشن، فراح تخسر السن، يعني راح يصير بي راح يصير بي كاريز، وراح يعني تضطر انه تسوي الاكستراكشن. فاول كونترا اندكيشن هو بور اورال هايجين، بور اورال هايجين. زين الشيء الثاني، من انت تجي تريد تشتغل باوفر دنشر وشوف انه انت ما عندك انتر ارش سبيس، ما عندك انتر ارش ديستانس، انت راح تخلي دنشر فوق الاسنان، يعني راح تغطي، يعني راح الدنشر مالتك راح يغطي الاسنان، فانت تحتاج انتر ارش ديستانس هواي. اذا جيت لقيت البيشنت ما عنده، مثلا هو عنده اوبوزنج
ناتشرال مثلا، والفيرتيكال مالته اوكي ما عنده ديجريز، يعني ما تقدر تزيد له الفيرتيكال، انت الفيرتيكال مالته ما بي مشكله، فانت ما عندك انتر ارج ديستانس كلش هوايه، فتضطر انه يعني تقلعهن وتسوي انت يعني تعدل الفيرتيكال، يعني انت هنا ما عندك انتر ارج ديستانس. زين الشغله الاخ انه هانديكابت بيشنت، منتلي هانديكابت او حتى فيزيكالي هانديكابت، يعني هذا هذا الشغل مالتنا شغل صعب جدا، انت تسوي بريبريشن تسوي كوبينج، بس راح ناخذ الكوبينج او ممكن نسوي اتاتشمنت، يعني فالشغله مو سهله. ايضا الكوست الاوفر دنتشرز هو عاده اغلى، يعني وحتى تايم كونسيومينج اكثر، يعني لان انت تسوي بريبريشن ممكن تسوي اندو، يعني انت يعني 90% من الكيسات اللي انت تشتغلهم اوفر دنتشرز يعني ريدكشن راح يصير اندودونتيكلي، يعني لازم تسوي له اندو، فهذا الاندو كوست يعتبر. ايضا من يعني مثلا من يجيك يقول لك other treatment promise superior result، يعني من تكون الامور يعني لا سوي complete النتيجه احسن. ايضا lack of patient acceptance، يعني اذا البيشنت يقول لك انا ما اريد دكتور تحضر لي اياها وتبرد لي اياها وبعدين ورا لا سوي لي مثلا الزرعات، سوي لي زراعه او سوي لي مثلا او لا شلعهن وسوي لي تخم كامل، يعني هيك يجيك. فالبيشنت اكسبتنس مهمه. نجي على الادفانتج والديس ادفانتج. قلنا احنا سبق انه حكينا انه اول شيء بريزيرفينج ذا ريسيديوال ريج، يحافظنا على الريسيديوال ريج. ايضا بريزيرفينج ابوينتمنت، يعني الابوينتمنت احنا ما راح نسوي له اكستراكشن، سمينا هذا يعتبر بريزيرفينج، فهو اهم شيء هو بريزيرفينج. طبعا ايضا قلنا البروبر ريسبشن راح يبقى، و ايضا انه انت هنا بدك تسوي يعني الهوريزونتال والتورك فورس اذا تقللها، يعني طبعا اكيد لان انت بدك تقلل لسوي بدك تقلل السن. هنا انت راح تزيد الاستابيليتي والسبورت، اوكي لان انت الرج بقت فهذا يعتبر سبورت ايضا واستابيليتي. patient acceptance and psychological benefit، يعني البيشنت انه انت ما تقلع على سنونه، هذا يعتبر في شيء سايكولوجيكال كل زين البيشنت، يقول لك تقول له انا ما راح اقلع لك اياها، راح اسوي لك عليها تركيب وراح اسوي لك عليها دنتشر، فهذا فدي يعتبر بيه نوع من السايكولوجيكال بنفيت. fewer post insertion problem و effective management of dental maintenance، ايضا انه هو انت اذا تحافظ على وجود الاسنان طبعا قلنا هو يعني يحافظ على البريدنتال ليجمنت و بروفايد ريتينشن ثرو اتاتشمنت، اذا انت تستخدم اتاتشمنت طبعا راح يزيد لك الريتينشن، يعني كومبليت الكومبليت اوفر دنتشر اذا انت مسوي اتاتشمنت يعني يصير حتى يطقه، يعني طقه من تريد تلبسه خصوصا اللور ماندبل من تريد تلبسه تسمع في الطقه، يعني هذا انه الاتاتشمنت دخل بالدنتشر. زين الديس ادفانتج، اول شيء مثل ما انا قلت لكم بالستايد السابق، اول شيء هو يصير بي كاريز، يعني هي هاي المشكله مالته انه هو امكانيه انه يصير اكو كاريز بالموضوع. ايضا ممكن يصير يعني بما انه يصير كاريز ممكن يصير بيريدنتال بروبلم، يعني بيريدنتايتس اذا هو البيشنت طبعا نيجلكتد ما ينظف زين، ما يشيل الدنتشر وينظف الابوتمنت ممكن يصير به المشكله. ايضا البوني اندركات، هذا السن مو راح يبقى، شوفوا هسه هذني الاسنان مو باقيات، اكو فد بوني اندر كت حواليه كلش قوي، لان هذا البون السن الواحده مو يبقى سن واحده، فيجي البون عليه سوليتري يسحوا له سوليتري بون، هذا يجي يتكوم عليه لانه اللود هنا عليه كلش هوايه، فيجي البون يتكون عليه كلش هوايه على مود يساعد البون، لانه البون اندر فانكشن يجي يعني وين المكان اللي اندر فانكشن هو يجي عليه، فالبون هنا مو هذا باقي كناين، فتشوفوا فد بوني اندر كت، هذه البوني اندر كت كلش بينفول، انت من تلبسه للبيشنت من يسوي انسيرشن وريموفال كلش بين فولز. ايضا انه يعني قلنا انه هو اكسبنسيف وتايم كونسيومينج، هاي هم ديس ادفانتج تعتبر اكسبنسيف وتايم كونسيومينج، يعني مو كل بيشنت اني هسه هذا شوفوا هسه لان الكنانات اثنين، اني هذا بيشنت يجي اقول له راح اسوي لك اندو، راح اسوي لك مالجام بلاك، او راح اسوي لك لبسك مثلا اتاتشمنت، هذا كله طبعا جلسات اي هذا الاتاتشمنت طبعا وحده، هاي الوحده بس الوحده من عندهن ب $100، يعني الاثنيناتن هذني هسه مثلا ب $200 هاي بس الاتاتشمنت تشتريهن، يعني هذا بيميل وفيميل الاتاتشمنت طبعا راح ناخذها بمحاضره الاخر.
الاتاتشمنتات يعني جزء اكو جزء بالبيشت ماوث واكو جزء بالاكريليك دنشر، فهذا يعتبر يعني ايضا كوستي زين، وايضا هو تايم كونسيومنج يعني انت لازم تسوي له بريبريشن وتسوي له اندو ورا الاندو، تسوي له تاخذ له طبعه وتسوي له الاوفر يعني تلبس الاتاتشمنت ورا اللي بتلبس الاتاتشمنت هم تقدر تاخذ له طبعه مره الاخ، فهاي كلها يعني جلسات. شوفوا هاي مجموعه من الكيسات، هاي يعني الكيسات اللي احنا مشتغليها، هاي الكيس اللي جوا احنا مشتغليها بالكليه، هاي الكيس اللي فوق اللي على اليسرى هذه كليفت بلت، هي هم اشتغلناها اوفر دنشر وكليفت بلت. هاي شوفوا شلون البريبريشن نسوي احنا، هذا اللور اللور ماندبل، شوفوا شلون هسه هاي الكيس اني راح اخلي خليت كوبينج وبعدين فوق الكوبينج خلي شوفوا الرج شلون تبقى يعني ما يصير ريزوربشن يبقى. طبعا هنا شنو الكيس هذه اترجل كلش هوايه بيهن الاسنان، فاني عندي يعني اقدر اسوي انكريز بالفيرتيكال دايمنشن، عندي اترجل اقدر اعوضه اقدر ازيد الفيرتيكال، فليش دا اشلحن حرامات اسوي فوقاهن. طبعا اني لبستين كوبينج ورا الكوبينج لبستين الدنشر. هاي هنا مجموعه من الكيسات زين. نجي على الكلاسيفيكيشن، الكلاسيفيكيشن هو نوعين، طبعا اكو هواي كلاسيفيكيشن بس خلينا هذا اكوردنج تو ذا سبورت. اولا اول نوع هو توث سبورتد، يعني الاسنان ناتشرال تيث موجوده اني اسوي عليها اوفر دنشر يعني. او النوع الثاني الامبلانت، يعني اني هو ما عنده ولا سن، اني اجي اخلي امبلانتات اثنين او ثلاثه او اربعه حسب ال يعني هسه راح ناخذ الامبلانت، احنا الامبلانت سبورت راح نحكي عليها من يعني بالمحاضره. يصحوا له امبلانت سبورتد اوفر دنشرز. بالتو سبورتد عندنا ثلاث انواع هم راح نحكي عليهم بالتفصيل، النون كوبينج يعني ما اسوي ما اخلي كوبينج، والكوبينج نوعين شورت ولونج، والنوع الثالث هو الاتاتشمنت. شوفوا هاي الصوره مال الاتاتشمنت والبار، هذا بار واتاتشمنت. هذا النوع الثاني اللي هو امبلانت سبورتد اوفر دنشر، شوفوا بالابر يخلون اربعه واللور اثنين، طبعا اللور لانه دنس بون. نجي على التو سبورتد، كلاسيفيكيشن مال تو سبورتد اوفر دنشر. اول واحد هو نون كوبينج ابوتمنت. نون كوبينج يعني شنو كوبينج؟ كوبينج هذا المتل اللي اغطي بيه اني المتل، فقط المتل. هنا أنا ما اخلي متل اصلا، نون كوبينج ما اخلي متل، ما يحتاج مثلا متل. هذا الانديكيشن مالته مال النون كوبينج يعني اللي اني يعني اخلي نون كوبينجز، اني يعني اسوي مجرد دام شيبت. اوكي دام شيبت مثلا ريديوس، احنا نخلي هنا طوله 2 الى 3 ملم. هنا دام شيس وعنده دونت كلي، هنا طبعا هنا التيث عنده دونت كلي تريتد، يعني انت هواي اللي بقيت ما عنده 2 ملم. وها شوفوا هذا امالجام يخلوا له همينه ممكن. اوكي هذا انت ما مسوي كوبينج، ما تريد تسوي كوبينج. طبعا الكوبينج هو الكوبينج احسن بصراحه، بس انت مثلا مثلا الكوست مثلا ما يتحمل البيشت مال كوبينج، او مثلا عندك انت ما عندك انتركلوزال ديستانس كلش هواي بحيث تخلي كوبينج والنوبه ترد تخلي فوقها شو اسمه. زين الكوبينج نوعين، الكوبينج اما لونج كوبينج، شوفوا هذا اللونج كوبينج يعني اللي هو 5 الى 8 ملم الطول مالته الابوتمنت يبقى، وهذا ايضا يعني ما مو شرط تخلي تسوي اندو، يعني انت 5 الى 8 اذا ما صار ما وصل للبالب لا تسوي اندو. هاي طبعا يعتمد على قلنا لكم الفيرتيكال دايمنشن، اذا اني اقدر ازيد الفيرتيكال دا اشوف هسه هاي الكيس ليش انا مستخدم لونج كوبينج؟ لان اني ابر كومبليت ما عندي، فبكيفي يعني اقدر اقلل الهايت مال الابر براحتي، ما طول ما دام انا راح ازيد اللينث مال، يعني ما راح اسوي ما اريد اسوي له اندو حرامات، هذني اللور ما اريد اسوي لهن اندو، اخليهن هن على حالهن. اوكي؟ اما شورت كوبينج لا، هو يعني 2 الى 3 ملم. وهذا طبعا اندودونتيك، اندودونتيك از ماست يعني لازم تسوي اندو. النوع الثالث اللي هو ابوتمنت وذ اتاتشمنت، الصوره اللي فوق هذا هو الابوتمنت وذ اتاتشمنت، اني اتاتشمنت اجيبها واخليها يعني ادخلها بالناتشرال تيث
بالكاست كوبينج، يعني اخذ طبعه اسوي لها كاستنج، يعني هذا يجي ينصب ويجي يقعد بال واجي اخلي عليه لها. طبعا هذا راح يعني قلنا لكم هذا بميل وفيميل، الميل هو بالدنتشرز والفيميل العفو الميل اللي هو يكون بالرسج والرج يعني بالتوث بالناتشرال توث، والفيميل يكون بالدنتشرز، وهذا يكون يسحوله بريسيشن اتاتشمنت. هذا يزيد لنا ريتينشن كلش هوايه، اوكي يزيد لنا ريتينشن، يعني هو مشكله المانديبولر كومبليت دنتشرز هي ريتينشن. النوع الرابع سبمرجد فايتال روت، سبمرجد يعني شنو سبمرجد؟ يعني سبمرجد يعني جوا البون، جوا البون سبمرجد يعني يعني هذا شنو يعني جوا البون، اني اجي احضر جوا البون. هذا فد نوع من الانوفيشنز، يعني فد اختراع جديد هو بصراحه، يعني 2 مليمتر بلو ذا كريستال بون، اني اسوي 2 مليمتر بلو ذا كريستال بون واسوي اوفر، يعني هذا فد نوع من الابتمنتات اللي هو بي ديس ادفانتج انه هو ممكن يسوي لنا بالب باثوسيس. اوكي النوع الخامس هذا احنا هوايه مشتغلي، يعني هذا احنا كلش هوايه يعني بالدراسات بالماجستير بالدكتوره حتى بالعياده، يعني هوايه نشتغل يسحوله تلسكوبيك. يعني اني تجيني كيس تلسكوبيك، شنو يعني تلسكوبيك؟ يعني اني اجي هي شوفوا الصوره واضحه، اجي اني مثلا هاي الصوره اللي على اليسار الجوه، اجي اني اسنان موجوده اني اسوي لهن بريبريشن والبسهن كوبينج، لبستهن كوبينج، اجي اسوي البارشيال دنتشر مالتي ما اخلي عليهن كلاس، وهاي اجي اخلي كراونات عليهن هذني، بس هذني الكراونات ريموفابل يعني نزعني واللبسن ويا الاكريليك دنتشر. اوكي سحوله التلسكوبيك هذا طبعا انت مرتاح هنا، انا راح يعني هنا راح تستفاد من هذني الاسنان انه انت ما راح تخلي كلاس بات. اوكي ما راح تخلي كلاس بات، ما تحتاج كلاس بات. هنا انا اشوفه مثلا هنا انا شو مسوي، هاي الصوره اللي فوق هذه تلسكوبيك، تلسكوبيك هذا قليتين يجي لبسهن به سمنتيشن ويلبسه. اوكي another classification اللي هو according to the type، احنا عندنا الimmediate over denture والintermediate over denture والdefinitive. الimmediate over denture هذا شنو هو الimmediate over denture؟ هذا اني اسوي preparation للأسنان على الكاست، يعني أنا يجين البيشن عنده مثلا سنين أنا أسوي له preparation على الكاست، أخذ له طبعة، ما أسوي له preparation وأخذ له طبعة وعوفة بدون أسنان إنه أنا سويت له preparation، لا أخذ له طبعة وأسوي preparation على الكاست وأكمل الدنتشر كلية على الكاست، وبعدين أجيب يوم الانسيرشن أسوي preparation للأبوتمنت. أوكي هذا يعني للسرعة وللكذا، هذا إذا patient مثلا يقول لك أنا يعني ما أريد يعني أنت مثلاً مسنون كبار وطالعات وهذا، أنت تجي رأساً يعني تبرد الهياء وتقول له روح والسالفة تطول شهر شهرين يلا تكمل. لا الانترميديت لا أنت تسوي preparation وتكمل، بس هو هذا فتشي يعني يكون يعني فتشي مؤقت إلى أن هو يسوي البيرمننت أوفر دنتشر. الديفينيتيف هذا لا اللي هو إحنا دندرسه هسه اللي هو الكونفنشنال اوفر دنتشر كومبليت اوفر دنتشر. زين يجي واحد يسال اكو بارشال اوفر دنتشرز؟ اي اكو بارشال اوفر دنتشرز. انا اذا عندي بالسدل اريا شوفوا هسه هاي الكيس، هذا الكيس هسه موجود باعوا الاسنان ال7 موجود هنا بالكيس اللي على اليسار، الكيس اللي على اليسار ال7 موجود، فاني ما راح اسوي له يعني اكستراكشن، راح استفاد من عنده اجي البس عليه هذا راح يصير اوفر دنتشر بارشال اوفر دنتشر. هذا طبعا يعطينا سبورت، ايضا يعطينا سبورت وايضا بريزيرفينج ذا ريسيدوال ريدج، يعني هو ممكن يسوي بارشال اوفر دنتشر. زين السيكونس اوف تريتمنت، بالنسبه للسيكونس اوف تريتمنت يعني هذا لازم اني من اجي ارد اشتغل اوفر دنتشرز مو نفس الطريقه اللي اشتغل بيها الكونفنشنال كومبليت دنتشرز، لا اكو تحضيرات. اول شيء الاسسمنت، طبعا الاسسمنت تعرفون هو الهيستوري اللي هو ينقسم الى
البيشنت انترفيو والميديكال هيستوري والدنتال هيستوري، وايضا الاسسمنت اللي هو النوع الخطوه الثانيه اللي هو الكلينيكال اكزامينيشنز، اللي ينقسم الى قسمين، الانترا اورال او يعني اول شيء الاكسترا اورال وبعدين الانترا اورال. زين اجي هسه اجي اسوي التريتمنت بلان. اول شيء بالتريتمنت بلان، انا عندي هسه ريمينينج تيث، انا مو عندي كومبليتلي ايدنتشلس البيشنت، عندي ريمينينج تيث. هاي الريمينينج تيث راح اجي احير بيه. اول شيء البريدنتال ستيتس مالتها لازم اشوفها، اشوفها اشيك البريدنتال ستيتس، اذا اشيك الموبيليتي، اشيك يعني اكو فد بون سبورت الهن، يعني مو مثلا هو شويه باقي من الروت بالهذا واني اجي اسوي عليه، لا يكون اكو فد نوع اكو بشويه. ايضا هو ممكن انه انت تسوي له يعني يتحمل انه انت تسوي للبيشنت بريدنتال ثيرابي، يعني انت تحتاج ممكن تحتاج روت سكيلينج، ممكن تحتاج حتى ممكن تحتاج موكو جنجايفال ثيرابي، يعني المهم انت يعني تصلح البريدنتنشيوم. الخطوه الثانيه هو الاندودونتيك كونسيدريشن، انت لازم تقرر هسه مو بعدين تجي، لا انت تقرر تشوف ايش قد راح تاخذ من السن، تاخذ مثلا انت بالاكزامينيشن مثلا ماخذ اكس راي، شايف انه ايش قد هو باقي من الروت، ايش قد راح انت تشيل من عنده، اذا شيلت من عنده راح توصل للبالب لو لا، فتقرر هنا انت الاندودونتيك. يعني طبعا جماعه الاندو حقيقه او جماعه الاوفر دنجرز، انت يفضل انه الابوتمنت مالتك مال اوفر دنشر هو سنجل روتد، يعني اولا هو اسرع سنجل روتد، يعني احنا كنا بنفس اليوم نحضر ونسوي نسوي اندو ونسوي نخلي امالجام ونكمل ونسوي بريبريشن ناخذ كله بنفس اليوم. فالمالتي روتد ما نقدر طبعا بهذا الشيء، انه حتى الفيجن مالتك انت يعني فشي صعب المالتي روتد، يعني اذا تختار مولر وهذا لا، قدر الامكان هو طبعا البريفيرد هن، هسه راح نحكي على البوزيشن مال ابوتمنت، البريفيرد هن الكناينات اوكي، بس هو انت يفضل السنجل روت بالنسبه للاندو. زين نجي على النمبر ان بوزيشن اوف ابوتمنت، هذا النقطه رقم 3 كلش مهمه، يعني كلش مهمه النمبر ان بوزيشن اوف ابوتمنت. بالماكسيلري انسايزر، بالماكسيلري ارش انسايزر يوزد، لازم اني 1 teeth for each quadrant اوكي، يعني والايديال هو 2 teeth، يعني اذا اكو اسنان سنين بعد احسن for each quadrant اوكي بالنسبه للماكسيلري. هنا ليش انه انت هنا راح توزع الستريس. ايضا الترايبود ابروتش، الترايبود ابروتش يعني مو سنين، ثلاثه اوكي، الترايبود اشوفه صاير الصوره رقم 4، هذه ترايبود ابروتش هم كان بيوزد، شوفوا فهذه الصوره الاي هو هذا 2 تيث فور ايتش كوادرنت، هذا طبعا بريفيرد، هذا ايديال يعتبر. السي هو 1 تيث، هذا فشي من يعني ضروري جدا، واذا ترايبود بعد هم افضل. ال 1 توث بس بالكوادرنت هذا ما يفضل طبعا. هنا اكثر واحد اكثر يعني احنا عاده يعني حتى من يجينا بيشنت كنايناته موجوده راسا نفكر بالاوفر دنتشر، يعني هو موست كومن او موست بريفيرد توث فور ماكسيلري اندبلر هو الكناين. تعرفون ليش الكناين؟ اول شيء هو لارج تيث، يعني هو لارج، يعني حتى من ارد اسوي له بريبريشن براحتي انا مرتاح، يعني اسوي بريبريشن مرتاح، والروت مالته يكون كلش طويل، ايضا يكون الدايمتر مالته ايضا هو يكون كلش يعني وايد. فايضا هو يعني هو يعتبر هو بريفيرد اوكي. هذا اللي احنا بالنسبه للبريدنتال تريتمنت ممكن اسوي يعني موتيفيشن سيرجيكال ثيرابي، ممكن اسوي يعني روت بلانينج مثل ما قلت لكم، يعني مفتوح عندك، اهم شيء انت تسوي امبروفمنت للهيلث اوف بريدنشيال. زين نجي على الابوتمنت بريباريشن، عندنا عده اشكال للابوتمنت بريباريشن. اول واحد سمبل توث موديفيكيشن، سمبل توث موديفيكيشنز، اني اذا اجاني بيشنت انادونيك، انادونتيك يعني هو اصلا عنده قليل اسنانه مثل هاي الكيس، هي هذه
هذا ما يحتاج يعني، هو اندر كات تشوفه هو موجود اندر كات وهذا، بس تسوي له شويه راوندنج تاخذ له امبرشن، ما تشيلهن هذني الاسنان. الخطوه الثانيه او النوع الثاني من الـ من الـ من الـ من الابويتمنت بريبريشن، انه انت تسوي ريدكشن وكوبينج، ريدكشن وكوبينج. اوكي، هذا طبعا يعني انه انت الكوبينج، انت ليش تسوي كوبينج؟ اول شيء حتى ريديوس سنسيتيفيتي، يعني انت هنا راح يصير ما يقدر يشرب ماء بارد ولا يقدر يشرب ماء، اذا انت ما مسوي له اندو طبعا. اذا هسه هذا بشورت، هسه هذا الشورت كوبينج، العفو اللونج كوبينج هنا ما يعني لازم تسوي كوبينج، ما تقدر تعفن هيك شيء لانه راح يصير سنسيتيف. النوع الثالث اندودونتيك ثيرابي اند امالجام بلاك، شوفوا هذا نون كوبينج، ما تسوي كوبينج انت هنا، بس مجرد تسوي اندو وتخلي امالجام. اوكي، امالجام بلاك هذا يعني طبعا من يكون عندك انت there is normal coronal height to the teeth and normal interclusal distance. endodontic therapy and cast coping هذا النوع الرابع، انت هنا تسوي طبعا dumb shaped، شوفوا يعني شكل dumb shaped، يعني شنو dumb shaped؟ يعني الدمب هو الجرس، يعني هذا الجرس اللي بتشوفوه بالكنائس والهاي نفس الشكل مالته dumb shaped. الخامس واحد هو endodontic therapy with attachment، هذا شوفوا انت مسوي اندو والاتاتشمنت مدخلها انت بالكنال، هذا النوع الخامس. زين، هذا يصير ب يعني لونج انتر راديكولر او الانترا راديكولر بوست، انترا راديكولر مو انتر، انترا راديكولر بوست. زين، شلون ناخذ امبريشن؟ عندنا احنا الامبريشنز هي يعني without coping، هذا انت يعني عادي تسوي انت impression عادية طبيعية. appointment without root coping the full arch impression it cover all ridge except for any undercut area near the appointment. قلت لكم هاي بالبداية انه هو من appointment اكو فد بوني ريدج او فد undercut كلش قوية، هاي لازم تسوي لها relief انت من تاخذ impression. اوكي، هاي الطريقة الأولى one stage one tick one stage بس without coping. الطريقة الثانية اللي هي retentive element أكو موجودة، اللي هي شوفوا هذا الموجود يعني ال attachment موجود بالبشمات، هذا شوف الجزء الثاني اللي موجود من عنده، هذا يكون أصلا هذا يكون موجود بالimpression من الصبح، راح يطلع بالكاست نفسه، هذا يجي ويا يعني من تشتري اتاتشمنت هو هذا يجي وياه، يصحوا له الترانسفير ماتريكس. اوكي، الترانسفير هذا تيجي وياه يعني ويا الاتاتشمنت، يجي الميل والفيميل هذا ويجي هذا وياه، يصحوا له الترانسفير، هذا الترانسفير اللي هو يعني راح يصير بالامبريشن راح يطلع بالكاست، نفس اللي موجود بالبيشنت مات راح يطلع بالكاست، حتى انت تسوي عليه الماتك الـ يعني الادر بارت ماتك تسوي بالدنشر. زين، الريكورد بيز، بالنسبه للريكورد بيز مال اوفر دنتشرز لازم يقول لك الفرق الوحيد هي نفس الكونفشنالز، الفرق الوحيد انه انت لازم يعني يشبه يعني the shape of base must correspond to that of the future over dentures. وايضا الشيء الداخلي يفرق عن انه لازم اكو metal cooperation of metal bearing in the recording base. It should not cover the facial margin and the abutment region. يعني انتو من تريد تسوي الفيشال مارجن ما تسوي يعني ريكورد دايز لازم ما تغطي هاي الفيشال مارجن مال الابوتمنت، الابوتمنت لازم الفيشال مارجن مالتها يبين. زين، نجي هسه على الدنتشر بيز ديزاين، احنا الدنتشر بيز ديزاين هسه مثل ما قلت لكم شوفوا شلون يصير البريدنشيوم لازم تكون انكفرد حتى انت تقدر تسوي لها، انت المشكله مالتك بالاوفر دنتشر هي انه الاكسسبيليتي اوف برشنج لازم تنظفها، فانت اذا سويتها اوبن انكفرد البريدنشيوم انكفرد انت راح يعني راح تستفاد من انه انت راح تسوي كليننج. اوكي،
فبيسك رول اهم شيء يعني القاعده الاساسيه بالدنشر بيس ديزاين مال اوفر دنشرز انه هو ليتل كفر از ليتل از اوف مارجنال جنجيفا از بوسيبل، يعني ايش قد ما يغطي مارجنال جنجيفا احسن. اوكي هسه راح ناخذ هنا نوعين عندك اللي هو السيركم دنتال اوبن والفيشيال اوبن. اوكي هنا نوعين، اكو فيشيال اوبن واكو سيركم دنتال اوبن، اثنيناتنا هسه راح ناخذهم بالصور. كلية هذا دا يسووه كلية على مود البرشنج والبوردر ذا بروكسيمال سبيس وذ ميتال وجريتر نمبر اوف ابيتمنت تيث اند بيتر بروجنوسيس، يعني انت شنو كل ما اكو ابيتمنت اكثر انت كل ما تسوي اوبن اكثر، لان انت الابيتمنت انت لازم تنظفه. فيقول لك مور ابيتمنت تيث مور اوبن مور يعني ميد اوبن. اوكي هذا طبعا شنو الفائدة الادفانتج مالته؟ هو اهم شيء طبعا التروما راح تقل، يعني هاي اول شيء، يعني التروما مال الدنشر على الجنجاف المارجن راح تقل. والشغله الثانيه انه بلاك ايضا راح يقل، ماكو بلاك اراوند جنجيفا. ايضا البرشز راح تقدر تفوت بالانتربروكسيمال البرشز، وايضا هذا اللي هو يعني هو الانديزايربل فاكيوم روتيشنز بريفنت انديزايربل فاكيوم روتيشن المكزيري اوفر دنشرز وروتيتيف اتاتشمنتس. هذا هم فائده انه هو راح يصير، لان انت دا ممكن يصير كلش روتيشن كلش قوي، انت ما دام فاتح يعني ما دام فاتح الاوفر دنشر من الفيشال اوف ابيتمنت، هذا راح يعني راح يفتح لك هاي، يعني راح يقلل لك من الفاكيوم اوف روتيشن. اوكي اذا انت تستخدم اتاتشمنت. طبعا الديس ادفانتج مالته ممكن يكون فراكتشر بالدنشر، يعني انت تسوي اوبن فده يصير اكو في منطقه بيها ده يصير بيها يعني رفيع، فممكن يصير يعني فراكتشرز. ايضا اسيتيك كونسيدريشنز ما حلو، ممكن يعني ايضا يعني يبين شغله الاخ، ممكن انه اذا انت ما تنظف زين راح يصير لك انكريز، يعني انت مفتوح في شيء مفتوح فراح يقوم اكل. هو الفائده انه انت لازم تنظف، فاذا انت ما تنظف لا راح يسوي فود روتيشن. ممكن ايضا يسوي سبيتش بروبلم، ايضا يعني قلت لكم اذا انت ما تنظف زين هذا ممكن يسوي لك مشكله للابوتمنت، بور بروجنوسيس اوف ابوتمنت. شوفوا هذا النوع الاول اللي هو السحوله سيركم دنتال. سيركم دنتال يعني كل السن مفتوح، سيركم دنتال يعني حوالين السن كله مفتوح الابوتمنت. الابوتمنت مال الاوفر دنتشر من الجهتين مفتوح open. هذا شنو possible to clean abutment without removing the denture، ما تحتاج تشيل الدنشر. The base cannot traumatize gingiva around abutment. و ايضا هو minimal extension minimal extension of base. disadvantage طبعا هو very complex. شوفوا هاي الكيس شلون complex، هاي مو اي واحد يجي تكنيشن يضبطها، مفتوح من الفيشل ومفتوح من اللينجوال. طبعا الريسك اوف فراكتشرز كلش جريتر، لانه انت تشوفه هسه شكله يعني اكفد يعني اكفد شيء كلش رفيع، يعني جاي من عريض الى صاير كلش رفيع وصاير في منطقه يعني متركز بها ممكن ينكسر. هنا أنا طبعا البوسيبلتي فور موديفاينج ادينج ذا دنتشرز هنا طبعا لان انت كاست ومسويه يعني اضافه شويه يعني ما تقدر تضيفه هنا شويه صعوبه. الانديكيشن مالتها هو abundant space over the abutment، يعني اذا عندك يعني عندك هوايه مساحه فوق الابوتمنت. جود بروجنوسيس ايضا هو اذا كانت يعني اذا كانت الامور انه هو يعني يعني الكيس هي خوش كيس يعني جود بروجنوسيس بيه. النوع الثاني اللي هو يعني اللي هو الفيشل انت انتر بروكسيمال، يعني بدون الباليتال، يعني اللينجوال او الباليتال لا مسدودات، بس هذني بس من الامام مفتوح، من الفيشل والانتر بروكسيمال مفتوح. طبعا هذا ايضا هو همنا طبعا همنا فد موديفيكيشن من هذاك. هذا انه انت راح اسوي لك اول شيء راح هذا شنو فائدته، هو اسهل less technical procedures، يعني اسهل من هذاك.
ايضا راح يكون مالتك انه انت ريديوس ريسك اوف فراكتشر، لانه هو اكو فت سبورت له من البليتال، يعني اكو اكريليك من البليتال. ايضا هو يعني انت هنا تقدر بي موديفيكيشن تقدر تضيف، لان هذا اكريليك موجود من ديك الجهه، فتقدر تضيف اذا صار اكو فت مشكله. يعني شوفوها هذا هنا هو، شوفوا هذا اللي هو الفيشل اندر هذا عندك. شوفوا هذا، شوفوا هنا من الفيشل شلون مسدود، العفو من اللينجوال شلون مسدود. انديكيشن مالته سبيتش بروبلم اكستنسيف تيشو لوز ان انتيريور ريجنز ان فيفرابل سبيشال ريليشن شيبس، هذا الانديكيشن مالته. نجي الان على الامبلانت سبورتد اوفر دنتشرز. هسه هذا كل اللي حكينا احنا على التو سبورتد اوفر دنتشرز، هسه لازم نحكي على الامبلانت سبورتد اوفر دنتشر. الامبلانت سبورتد اوفر دنتشرز هو alternative form of treatment to the fixed implant prosthesis. يعني اني جيتني كشوفوا هسه هذه جوا الصوره الجوا هي fixed prosthesis alternative الها، يعني اني ما اقدر اسوي لانه اكو هاي اشياء. مثلا اني مثلا بون ما عندي كلش هوايه، او مثلا عندي او احتاج مثلا اذا ابدا اسوي فيكس احتاج مثلا بون اوجمنتيشن مثلا. يعني ها طبعا بون اوجمنتيشنز البيشنت هاي طبعا اديشنال كوست. مثلا اذا اني اريد اشتغل بيشنت مثلا واريد اسوي له فيكس بس مثلا يراد فد 8 زرعات او 9 زرعات، هاي طبعا هم اديشنال كوست على البيشنت. او البيشنت يقول لك لا انا يعني عادي اريد يعني كومبليت دنتشرز، فتسوي له امبلانت سبورتد اوفر دنتشرز راح يعني راح همنا كومبليت بس هو اكثر اتنشن بي. هذا همنا ينقسم الى قسمين. القسم الاول اللي هو الامبلانت ريتيند اون تيشو بورن اوفر دنتشر، اللي هو الصوره اللي فوق اللي يكون عندك الامبلانت، يكون اكو عندك سوفت تيشو يعني باوع السب انتيرير امبلانت سبورتد، هو انتيريرلي باي امبلانت وبوستيريرلي سبورتد باي سوفت تيشو. هاي الصوره اللي فوق، فهو انتيريرلي سبورتد باي امبلانت بوستيريرلي سبورتد باي سوفت تيشو. اوكي النوع الثاني بي لا، هو انتيريرلي سبورتد باي امبلانت وبوستيريرلي سبورتد باي امبلانت، يعني امبلانت موجوده حتى بالبوستيرير ريجن. اوكي شوفوا بالنسبه للعدد، هاي عدد هذا الارقام هذه شوفوا هذه نمبر اوف امبلانت. اذا انا دا اشتغل النوع الاول اللي هو الامبلانت اند تيشو سبورتد، امبلانت ريتيند اند تيشو سبورتد، بالماندبل اخلي 2 الى 4 ممكن بس 2. شوفوا هاي الصوره خال بس 2، هاي بس 2 وهاي طبعا هي صوره هنا ناتشرال هذا، بس انتو يعني ما قدرت الغي اني صوره للامبلانت، بس هاي امبلانت تخيلوا هذا امبلانت نفس الشيء. هو طبعا الامبلانت هم يجي بنفس هاي الاتاتشمنت عادي. العدد مالتهم مال الامبلانت هو 2 الى 4 بالماندبل، وبالماكزيلا طبعا اكثر. دائما الماكزيلا احنا اكثر عدد امبلانت بها، لانه نوع البون بها البون دنسيتي مالته هو اضعف. تعرفون انتم ما اريد ندخلكم احنا بانواع البون مالتهم، بس هو البون بالماكزيلا اضعف. بالنسبه للامبلانت ريتيند اند امبلانت سبورتد، يعني انتيريرلي هو سبورتد باي امبلانت وبوستيريرلي سبورتد باي امبلانت، هنا العدد اصلا مال الامبلانت ازيد، فهو بالماندبل 4 او اكثر ممكن 4 الى 6، وبالماكزيلا 6 الى 8 ممكن حتى 9. اوكي زين، هسه نجي على الانديكيشنز مالتهم. الانديكيشنز ايش وقت اني اسوي امبلانت سبورت اوفر دنتشرز؟ اول شيء لازم الجنرال هيلث مال البيشنت اوكي، يعني انا راح اسوي له امبلانت فالجنرال هيلث اوكي. الشغله الثانيه اتروفيك ريدج، يعني انا يجيني بيشنت فلات ريدج كلش هوايه، انا ما اقدر اسوي له كومبليت دنتشر وراح احصل روتيشن، مستحيل. بما انه هذه الانتيرير ريجن يعني انتيرير ريجنز هاي الانتيرير سيمفيسس مال بون، حتى اذا اكو ريزوبشنز بس هي ممكن يكون اكو موجود بون واني بعيد عن المنتال فورام بالانتيرير ريجنز، فاخلي لي فد امبلانتات 2 والبسه للبيشنت هذه اذا كانت اتروفيك. وايضا يجيني بيشنت يقول لي دكتور انا بعد ما اريد البس هذا الكومبليت، انا ما اريد بعد كومبليت دنتشرز، انا اريد زراعه، انا هذا الدنتشر دا يلعب بحلقي ما اريده.
ايضا هذا انت يعني شو اسمه، او يجيك مثلا يقول لك دكتور انا مثلا اني هذا التخم زين بس شويه بحركه ما تقدر تسوي لي احسن، قول لي يابا انا اسوي لك احسن، اخلي لك امبلانت زرعات اثنين وراح يصير كلش ريتنشنز. اوكي ايضا هذا يعتبر ايكونوميك. شوف واحده من النقاط ايكونوميك، يعني شنو ايكونوميك؟ يعني اني بدل ما اسوي للبيشنت فيكست، يعني اكو بيشنت يجي يقول لك دكتور انا لا اريده فيكست، هذا اذا تقول له انت من فروم ايكونوميك هو يعني كلش ارخص بهوايه. يعني وين انت مخلي زرعتين، وين مخلي له ثمان زرعات، يعني كلش هوايه فرق. ست زرعات يجوز انت يجوز بهاي الست زرعات تحتاج بون اوجمنتيشن، يعني لازم يجوز تحتاج ساينس ليفت، تحتاج فد يعني فد شيء يعني تحتاج. فهو ايكونوميك يعني هو كلش اقتصادي الامبلانت سبورتد اوفر دنتشر. بالنسبه للكونترا اندكيشنز، يعني هو الكونترا اندكيشن مال الامبلانت اللي هو سيستميك كونديشنز، يعني اذا اكو مشكله عند المريض سيستميك. طبعا هو ماكو كونترا اندكيشن للامبلانت، بس هو اذا بيشنت يعني حالته الصحيه مو تمام مثلا، هو ماكو كونترا اندكيشن فور امبلانت، يعني هاي خلوها ببالكم، لا ديابيتيك لا كارديو فاسيكولار لا هايبرتنسيف لا سموكينج، اي شيء ماكو كونترا اندكيشنز. بس انت اذا البيشنت هو سيستميكلي تعبان، يعني انت راح تسوي له امبلانت وانه راح تسوي له اوفر دنتشرز. النقطة الثانية انه ان ادكويت بون، يعني هو صح اتروفي بس حتى ما عنده بون تخلي لك زرعتين، حتى زرعتين ما عندك مكان. ايضا انه يجيك ان رياليستيك بيشنت اكسبكتيشن، يعني هو اتروفيك مثلا يجي يقول لك دكتور انا اريدك تسوي لي زراعه اريده ما يتحرك، يقول ما ماكو هيك شيء، انا اسوي لك اخلي لك هذا راح يصير احسن من اللي موجود، بس مو ماكو شيء اسمه ما يتحرك، انا دا اسوي لك ريموفبل بارشال دنتشر. ريموفبل يعني امبلانت سبورتد اوفر دنتشر هو ريموفبل دنتشر، يعني هو ينزع ويلبس. طبعا mental disorder pregnancy radiation to the implants. يمكن يعني contraindication الحقيقي الوحيد هو الراديشن، يعني بالنسبة للإمبلانت. هو حتى بالكتب بس احنا يعني الكتب هم يقول لك انه انت شو وقت صار له راديشن، يعني ايش قص صار له راديشن. بس هو بصورة عامة الإمبلانت poor prognosis اذا كانت المنطقة يعني الإمبلانت سايت الراديتد، يعني اذا كان متعرض الراديشن هذه يعني poor prognosis، لان انت تريد اوسيو انتجريشن. اوسيو انتجريشن يعتمد على البون فورميشن، زين اذا هو المنطقه الراديتد يعني ما راح يصير بها بون فورميشن. ايضا ام بروبر بيشنت موتيفيشن، ام بروبر بيشنت موتيفيشن يعني بيشنت هو مو خوش بيشنت، مو احنا قلنا تايبس اوف بيشنتس، احنا قلنا اذا احد يتذكرهن اللي هو الفيلوسوفيكال والاكزاكتنج والاندفرنت والهيستيريكال. مو اذا جيني بيشنت هيستيريكال لا امبلانت يفيده ولا كومبليت عادي يفيده، اوكي؟ حتى اذا اندفرنت، والله حتى اذا يجيني بيشنت اندفرنت انا ما اجي اعرض الامبلانت وسيرجري وهذا وزرعه وشغل وتعب، هو ما يفرق له يعني، اوكي؟ هذا يعتبر ايضا كونترا اندكيشن. زين، هسه اني شنو هي الاشياء اللي اخليها ببالي كونسيدريشن؟ شنو هي الاعتبارات اللي اني اختار بيهن اني هذا البيشنت اسوي له تايب اي اور تايب بي، يعني اني اسوي له امبلانت ريتيند اند تيشو سبورتد اور امبلانت ريتيند اند امبلانت سبورتد، شلون اختار بيناتهم؟ علي اساس اول شيء البيشنت ديزاير، طبعا هي اول نقطه موجوده حتى بال يعني حتى بالكتب. البيشنت ديزاير ليش؟ لان انت اذا انت سويت له ريستوريشن صح هي فروم بروستوتيك بوينت اوف فيو اوكي، بس هو ما يريد هذا الشيء، يعني ما يريد ريموفبل، هو يريد يعني فشيء ثابت مثل الثابت يعني، اوكي. ف يعني ما تقدر تسوي له امبلانت سبورت اوفر دنتشر، هذا يعني بيشنت ديزاير هو عامل كلش مهم. زين الشيء الثاني الـ quality and the quantity of bone، يعني أنا من دا أسوي implant تعرفون الـ implant أهم عامل به هو الـ available bone volume، أنا عندي bone لو ما عندي bone، يعني عندي width of the bone عندي length of the bone، مو يعني أنا دا أشتغل 3 dimension يعني طول وعرض وارتفاع، صحيح؟ فعندي لو ما عندي bone volume، عندي الـ width عندي لو الـ length عندي bone
اذا ما عندي ما اروح لهذا الخيار، ما اقدر يعني اسوي اما اوجمنتيشنز. ايضا الشيء الثالث هو الاوبوزنج اكلوجن. اني شنو الاوبوزنج مالتي؟ اذا اوبوزنج مالتي ناتشرال، اذا اوبوزنج مالتي، هذا طبعا ما اريد ندخلكم بها، هذه في قصه كلش كبيره وطويله ما اريد ادخلكم بها اني بصراحه، بس انتم افهموا انه اني الاكلوجن الاوبوزنج اكلوجن اني شنو الموجود عندي؟ عندي ناتشرال، عندي يعني انا مثلا اجاني بيشنت هو ابر كومبليت دنشر دا اشتغل له لور كومبليت دنشرز، انا هذا الاكلوجن هنا راح يختلف عندي. اوكي شنو انا هنا الاكلوجنز مثل الناتشرال دنتيشن؟ اذا هو اجاني ناتشرال دنتيشن، انا اذا اجاني ناتشرال دنتيشن ما راح اختار له اني الامبلانت سبورتد تشو سبورتد، لا راح اختار له الامبلانت والامبلانت سبورتد، يعني اللي هو اكثر عدد امبلانت لان هو عنده ناتشرال دنتيشنز. اما اذا هو مثلا ابر كومبليت دنتشر هو اوريدي عنده ريموفبل يعني كومبليت دنتشرز، انا اختار له النوع اللي هو امبلانت امبلانت ريتينت اند تشو سبورتد. اوكي فالبروجنوزز اندكس، ايضا الاماونت اوف انتر ارج ديستانس، ايش قد اني عندي سبيس حتى اخلي الاتاتشمنت. هاي طبعا كلهن هن دني يعني كل اوفر دنتشرز، اني يعني قلنا لكم كل اوفر دنتشرز انت لازم تحسب الانتر ارج سبيس. اخر نقطه الايكونوميك، انت تقول له للبيشنت تقول له يابا هذا بي زرعتين، هاي الزرعه هيك هي قد تكلفك كل زرعه، هذاك النوع الثاني بي ست زرعات، ويا الست زرعات اكو بون جرافت، ويا البون جرافت اكو ساينس ليفت، هذا كله فيز يعني كوست على البيشنت، يريد يتحملها يتحملها، ما يريد يتحملها يعني اوكي. الادفانتج طبعا الادفانتج هو راح يقلل الموفمنت، ايضا هو يعني راح يسوي لك اليمينيت سوفت تشو ابريجنز، ريتينشن راح يزيده، الاكلوجن فورس راح تزيد طبعا بالامبلانت، يعني نفس المال اوفر دنتشرز نفس الادفانتج. هي الديس ادفانتج هو انه اليمينيت والبور بروجنوسيس فور فيكس ريستوريشنز، انت ما راح هنا يعني ما راح تسوي يعني ما راح تسوي فيكست يعني هنا. ايضا يعني يقول لك اني ما اريد انزع والبس، هذا بيشنت يجيك ماري يقول لك اني ما اريد يعني انزع والبس. اوكي ريكويرمنت اوف امبلانت، يعني شنو ريكويرمنت اوف امبلانت؟ اني من اريد اسوي امبلانت، هذا الامبلانت سبورتد اوفر دنتشر، لازم اول شيء افكر به انه الديستنس بتوين بار، يعني البار يعني اني البار هذا 8 ملم، عندي ديستانس ولا ما عندي ديستانس؟ هاي ريكويرمنت، لازم عندي ديستانس موجوده اخلي بيها بار. بنفس الوقت اني لازم اخلي يعني الامبلانت سيمتريكال، يعني اني اخلي هنا بالكناين ريجن، هنا لازم اخلي بالجهه الثانيه بالكناين ريجن، خليت بالمولر ريجن اخلي هنا بالمولر ريجن، لازم سيمتريكال اس بوسيبل. الـ point of emergence of all plants should be lie at the same height، يعني مو واحد سن صاعد وسن نازل، كلهن نفس المستوى. In mandible two implant may be sufficient، in maxilla more، يعني maxilla ما ممكن يعني ما ممكن يعني أقل شيء maxilla يعني حسب مش يقول ما ممكن أقل من خمسة، يعني في كتب قديمة كانت أربعة، هسه بالجديد قال ماكو ما يصير أربعة، لازم خمسة، أقل شيء خمسة بالمجزلة. أوكي زين، شنو الفرق، شنو الأدفانتج of implant supported over dentures over fixed implant prosthesis؟ شنو الأدفانتج؟ أنا من أردقن على المريض يقول لي دكتور أنا أريد أسوي فيكس، قل له يا بابا ترى الفيك أقول over dentures ترى بي هيجو هيجو هيجو، شنو هي هيجو؟ أول شيء الديجريس كوست، هاي مثل ما حكينا احنا الديجريس كوست. ثاني شيء الاكسس فور اورال هايجين از ايزير، يعني التنظيف مالته اسهل، ينزع وينزع العادي. الشغله الاخ الفيشيال سبورت الليب سبورت اقدر اسويه اني بالامبلانت سبورت اوفر دنتشر، يعني اني مثلا يجيني بيشنت مثلا كولابس شفه راجع لي ورا طابه شف يعني طابه لي جوه حتى اللور ليب او الابر ليب، بل اذا اسوي امبلانت سبورت اوفر دنتشرز راح اقدر اخلي اكريليك وارجعها، ايضا راح اسوي امبروف للاستاتيك
والفونيتيك مثل ما قلت لكم الاستاتيك والفونيتيك هو بارتيكولاري الماكسيلري ارش. اوكي شكرا جزيلا. طبعا المحاضرة هي يعني من أصعب المحاضرات ومن أهم المحاضرات حقيقة، قروبها زين ما قدرت يعني أترك بيها في شيء، كلية المحاضرة موجودة صحيح هي why indication contra indication، بس أنتوا أهم شيء فهموا لي يعني أنا ما راح أجيب يعني indication contra عدد لي يعني. بس راح أقول لك شنو يعني هذا شنو فائدته وهذا شنو مضرة مالته على هذا يعني، او اجيب لك اياهم يعني ام سي كيو او اجيب لك ترو فولز هيك يعني. اوكي فتقروهن الفهم يعني لا تدرخوهن، واي شيء همين كتبوا لي اياهم بالمحاضره واني بالجروب واني احل لكم اياه ان شاء الله.